مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حكايتي مع المرض. أن يصاب إنسان بمرض شيء طبيعي، يذهب إلى الطبيب ثم يشخص الطبيب مرضه ثم يأخذ العلاج، ولكن في حالتنا في هذا اليوم حالة نادرة، لا يعرف ما هو مرضه. يشرفني اليوم بحضوره الكريم الأستاذ هيثم جمال سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله وبرعاية. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شرفتنا النهارده والله. الله يحفظك. الحمد لله. أستاذ هيثم، بداية كده أنا عاوزك تحكي لي أعراض المرض اللي عندك. أعراض المرض تؤلف في معظم أجزاء المخ، في الجبهة، ده في النصف القويين. تشخيص ولا أعراض؟ ده الأعراض. تمام. تمام. تؤلف في معظم أجزاء المخ، تمام، في الجبهة والنصفين القويين. التقلي طبعا دي ده يعني تقلي، يعني شكله التقلي ده يعني تقلي يعني شيء ضاغط يعني على المكان ده او على الاماكن دي، يعني حاجه ضغط عليها. التقلي ده سواء بيعمل صداع وسواء ما بيعملش ايه صداع، ما بيخلينيش اعرف انام، ولو نمت انام من 3 لاربع ساعات فقط واستيقظ ايه واستيقظ تاني. التقلي احيانا بيصاحبه صداع واحيانا يبقى ما فيش صداع، بيخلي دماغي التقل ده كاني يعني اعزكم الله يعني واحد كانه واحد يعني متعاطي مخدرات. تمام، بشرفك. لا بحس بيها يعني، هو دايما اللي متعاطي مخدرات يعني معروف يعني الاحساس اللي هو بيحس بيه يعني، والكتب والاطباء يعني قالوها كذا مره يعني. تمام، بيخلي بقى دماغي التقل ده بيخلي دماغي فاصله. تمام، وبحسش بالوقت، ودي برضه من سمات المتعاطين. تمام، حضرتك لم تتعاطى مخدرات ابدا يعني؟ لا لا الحمد لله وبعدين يعني الحمد لله. طبعا دماغي كانت شعله من نشاطه الحيويه، كنت بحس على طول دماغي الحمد لله شعله من نشاطه الحيوي. دلوقتي بحس ان هي فاصله دايما. تمام، مجرد ان انا اعمل اي مجهود او اي حاجه احس دماغي فاصله. تمام، في طبعا نبض قلبي سريع جدا، مجرد ان انا اعمل اي مجهود خفيف جدا. يعني الاول كنت مثلا ايه يعني الحمد لله كنت بمارس جيم طبيعي جدا، وما كانش فيه اي نبض قلب سريع جدا خالص. كنت مثلا اجري 7 كيلو وما فيش اي نبض قلب سريعه. دلوقتي مثلا لو جريت مثلا يعني 40 متر 50 متر الاقي نبض قلب سريع. تمام، نسيان متواصل، بتنسى كتير، بنسى كتير بطريقه غير عاديه. يعني الاول خالص الحمد لله يعني انا ذاكرتي كانت قويه جدا، يعني كنت احفظ يعني مجلدات كتير جدا، يعني كنت احفظ مثلا تفسير الطبري وابن كثير وكتبي. الاعراض دي بدات امتى بالظبط؟ الاعراض دي بدات في 2006 كده، في 2006 بدات في الظهور. كنت في سنه كام ساعتها؟ كنت في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. تمام، انا شفت شهاده الاعداديه مع حضرتك، كنت من المتفوقين. نعم نعم صحيح. تمام، بدات في ثانيه ثانوي. تمام. انت عملت ايه ساعتها اول اعراض ما ظهرت كده؟ حاولت ان انا اتجاهلها في 4 شهور كده، 4 شهور 5 شهور، حاولت ان انا اتجاهلها اصلا. انا قعدت اصلا ما بهتمش بالمرض يعني، ما لقيتها بقى بتاثر على حياتي اليوميه وحياتي الخاصه، فاضطريت بقى ان انا اذهب للاطباء يعني. يعني قبل الاعراض دي كانت ذاكرتك قويه والحمد لله رب العالمين. ده انا قلت جزء من الاعراض، ما قلتش الاعراض كلها يعني. جزء. تمام. طب كمل الاعراض. طبعا في وحشه في الاطراف برضو عند القيام باي عمل. اللهم صل على سيدنا محمد. في برضو ضعف في البصر، يعني النضاره عملتها مرتين برضو، رحت للطبيب دكتور العيون فعملت نضاره مرتين، فبلاقيها بشوف برضو الحاجات مصغره برضو وكاني مش لابس نضاره يعني، وبشوف بيها برضو. فالدكتور قال لي لا دي مش مشكلة، مش مشكلة عيون بقى، دي مشكلة تانية بقى. شوف لو في مشكلة أخرى ممكن أنت بتواجهها أو حاجة كلم الدكتور فيها. فاضطريت بقى أروح بقى بعديها بقى. بعدها بقد إيه؟ يعني بعد الأعراض دي ما اكتشفتها؟ حوالي 4 5 شهور كده بدأت أروح يعني. بدأت تروح لطبيب عيون أو طبيب؟ ما انا رحت الاول طبيب، رحت الاول طبيب عيون. تمام، بعد كده طبيب العيون قال لي خلاص يبقى روح لدكتور مخ واعصاب. بدات بقى اروح بقى لدكتور مخ واعصاب، وبعد كده دخلت بقى في تخصصات عده يعني واحده واحده. رحت لطبيب العيون الاول. تمام تمام. يعني طبيب العيون، طبيب العيون قال لي خلاص روح مخ واعصاب. رحت مخ واعصاب بعد. قال لك ايه الدكتور مخ الاعصاب؟ تمام، قال لي انت بتعاني من ايه؟ قلت له
في كثف تنفس في الشهيق والزفير ونسبة عرق زيادة جدا وتقل ونوبات قلب سريعة ورعشة والأعراض يعني اللي أنا قلتها. تمام. طب يعني الأعراض دي أثرت على حياتك اليومية؟ يعني كنت بتروح مدرسة، انقطعت من المدرسة إمتى بالظبط؟ طبعا بلا شك يعني بعديها بحوالي سنتين. سنتين بعد الأعراض دي بسنتين. تمام. تمام. يعني في حياتك اليومية مثلا كان في نسيان، ممكن تنسى حاجة، كان يعني كنت عايش حياتك إزاي في ظل هذه الأعراض؟ يعني الحمد لله رب العالمين، يعني استعينوا بالصبر والصلاة، يعني الطاعة يعني. تمام. يعني طب انت تركت مدرستك بعدها بسنتين، طلعت من سنة كام؟ تانية ثانوي. تانية ثانوي. بعد ما يعني مين اللي قال لك اطلع، او انت طلعت لوحدك، او اهلك قالوا لك اطلع من المدرسة، او ايه بالظبط؟ لا هو كان قراري انا، يعني هو كان قراري يعني. قرارك اللي انت تطلع كده؟ يعني ما استشرتش مثلا طبيب، ما استشرتش يعني شيخك؟ انت كنت بتحفظ قرآن طبعا. الحمد لله خاتم يعني، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كنت داخل على القوات العشر كمان. يعني لم تستخير الله سبحانه وتعالى؟ لا يعني حسيت استشرت شيخك؟ يعني، لا يعني انا حسيت فعلا انا الامر يعني واضح في غايه الوضوح يعني، فما كانش يعني يعني المفروض فعلا الشغل. يخصصه، يعني المفروض يشخص المرض طبيب وليس فرد عادي يعني، ولا ايه؟ ايوه تمام. تمام. صح. يعني انا عشان اخد قرار من نفسي كده واقول لا ده انا تعبان كذا ومش هينفع نكمل دراسة، مش هو المشكلة الأطباء هم أصلا منقسمين في التشخيص يعني، للأسف يعني، ودي قمة القهر يعني. اللي أنت أهل لا انت ما حاولتش اكتر من مره، انت لو حاولت اكتر من مره يعني عندنا بسم الله ما شاء الله اطباء يعني لا كثيرين. حاولت كتير يعني، وأنا الحمد لله يعني أنا روحت عند أطباء مشهورين كمان في القاهرة يعني. انت من الفيوم صح؟ من واحد مدينه الفيوم، تمام. وعرضت نفسك على اطباء كبار هناك وثم في القاهره. طب يعني مش نفسك ترجع مدرسه تاني؟ طبعا العلم والعمل يعني هم روح الانسان يعني عموما يعني. انت جسد بدون عمل وبدون علم يعني جثة هامدة لا انت مش ندمان على القرار، كزرع بلا ماء يعني. حضرتك مش ندمان على القرار اللي تركك للمدرسة؟ لا هو القرار كان ده قرار، هو قرار اضطراري يعني اجباري غصب عني، كنت حاول يعني اكتر من مرة، انت ما حاولتش كتير خلي ما بالك. انا حاولت مره ومرتين ففشلت يعني بسبب الموضوع ده. ف خلاص يعني بدل ما انا خدت التجربه مره واتنين خلاص يعني ما ينفعش ان انا اخدها اكتر من تاني. وانت حالتك الاجتماعية ايه؟ يعني متزوج لا اعزب خاطب؟ الحمد لله اعزب. اعزب. طيب يعني ما فكرتش مثلا هيكون موقفك ايه لما تروح تتقدم لحد؟ وانا اصلا هو المرض ده يعني مؤثر على حياتي العمليه كلها وحياتي العلميه تمام وكل حاجه يعني. بس فانت اصلا لازم مثلا عشان تتزوج اصلا انا دلوقتي لو اقول انا خلاص انا مريض انا مريض انا مريض، الاطباء مش عارفين يشخصوا مرضي، لا انا هطلع من المدرسه، يبقى معظمنا هيقعد في البيت. لا هي يعني ما بتجيش كده يعني، هي بتجي مثلا ايه في حالات تطوعيه معينه او حالات استثنائيه معينه تمام او حالات نادره يعني. فهو مثلا يعني الاطباء هو حضرتك مين اللي قال لك ان المرض ده نادر؟ اطباء، لو في اطباء قالوا فعلا ان المرض ده مستحدث يعني، في اطباء قالوا كده مستحدث؟ 60% منهم قالوا كده يعني، حوالي 60% منهم يعني، مش مجرد مثلا 20 30%، حوالي 60%. طب استاذنك اتصال. السلام عليكم. عليك السلام. اهلا وسهلا دكتور ماجد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. والله احنا دكتور معانا حاله النهارده تمام. الاستاذ هيثم بيعاني تمام. من بعض النسيان، من بعض يعني في ارتعاش في الاطراف، الذاكره عنده بقت ضعيفه جدا منذ فتره، راح لاكثر من طبيب يعني، والاستشاري العيون يقول له لا، على قلبي يقول له لا، امراض نفسيه يقول له لا، مخ واعصاب. تمام. هو سنه كام سنه المريض؟ 26. 26 سنه. والاعراض دي بقى لها قد ايه؟ الاعراض من 10 سنين. 10 سنين؟ يعني كل الصفه كده؟ هو الحاله مع حضرتك يا فندم، كلم الدكتور. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. ايوه عليك السلام. اهلا وسهلا. دكتور عامل ايه؟ اهلا بيك الحمد لله. اهلا وسهلا. اتفضل. ايوه اتفضل. بس هي الاعراض دي من حوالي 10 سنين يعني. بس. من 10 سنين الحاله المرضيه، يعني من سن 16 سنه؟ نعم؟ من سن 16 سنه؟ من سن 16 سنه.
من سن 16. اه تمام. الاعراض في ابتدت ازاي؟ زادت ازاي؟ ابتدت ازاي؟ البدايه ابتدت ازاي؟ انا كنت بتمرن في الجيم فجاه كده اهو، يعني حسيت بتقلي في الدماغ، يعني انا اصلا يعني شخص رياضي اصلا. تمام. فجيت تقلي في الدماغ، تمام، في اجزاء المخ كلها، في الجبهه وفي النصفين الكرويين. التقلي ده يوم بعد يوم ما خلينيش اعرف انام، تمام، ولو نمت انام 3 ساعات 4 ساعات ويقصدي من النوم تاني. تمام. خلى دماغي كده كاني واحد متعاطي مخدرات، دماغي يحس الفاصله دي. فيعني تجاهلتها يعني حوالي 3 شهور 4 شهور. بعد كده بقى لقيت اعراض تانية بدأت تظهر، فاضطريت للذهاب لاطباء اخرين يعني. يعني الموضوع كله قله نوم وعدم تركيز وتقل. لا لا، هو في اعراض تانية يعني. انا لقيت بعد كده بدأت بقى التقل ده كان اول عرض. بعد كده بقى بقى في مثلا ايه، ميل للقيء في اوقات كتير جدا، نبض قلبي سريع جدا، مجرد ان انا اعمل مجهود مجرد ان انا اعمل اقل مجهود، مع ان اصلا انا كنت رياضي، يعني لو شلت اي حاجه تقيله ما فيش اي نبضات قلبي سريعه جدا. اطلع دور التاني بدون ان انا شايل حاجه الاقي نبضات قلبي سريعه جدا. الحمد لله يعني، يعني انا ذاكرت اصلا قويه يعني، الحمد لله خاتم القران ومعايا تفسير القرطبي والطبري وابن كثير، تمام، والفقه على المذاهب الخمسه وبعض العلوم الاخرى يعني. فدلوقتي مثلا في نسيان متواصل بطريقه غريبه جدا يعني، انا دلوقتي اجي مثلا احفظ مثلا ربع كتاب بالعافيه يعني. تمام. نسيت برضه حاجه. نعم اتفضل. المجهود قليل يعني. تركيز قليل جدا، وسرعه البديهه بقت قليله جدا، ودور الذهن برضه قليل جدا يعني. انت عملت تحليل صوره دم وغده برقيه؟ ما هو المشكله في الفحوصات، اللي انا بعمل فحوصات بتقول نيجاتيف، وفحوصات تقول بوزيتيف، فحوصات تأيد، وفحوصات تعارض، يعني لدرجة اللي فيها حضرتك طلعت بوزيتيف ولا كله نيجاتيف؟ لا، في اللي كان بيطلع نعم، وفي اللي كان بيطلع لا. ف يعني لدرجة اللي فيها اطباء قالوا لي يعني ايه اللي طلع عندك ايجابي؟ نعم؟ ايه اللي طلع عندك ايجابي؟ حاجات كتير جدا طلعت ايجابي يعني، زي مثلا الرنين طلعت قبل كده ايجابي وبعد كده طلعت سلبي، تمام؟ بس ايه اللي طلع في الرنين؟ ايه اللي طلع في الرنين على المخ؟ ايه اللي طلع في الرنين على المخ؟ دكتور، هو دكتور طلب مني رنين، فانا عملت رنين، هو بيطلب مني كذا اعمل كذا. اللي طلع فيها طلعت عاديه ولا طلع فيها مشكله؟ بقول لك النتيجه. لا، هو الدكتور قال لي ده مرض نادر مستحدث من انواع الاورام، يعني ده علاجه في برلين مش هنا يعني. يعني في ورم؟ ده في ورم؟ حد قال لك في ورم؟ تمام. في ورم في المخ، الورم ده نوعه ايه، حميد ولا خبيث؟ لا، هو قال لي حميد. حميد، محتاج تدخل جراحي ولا لا؟ هو قال لي ايوه، قال لي محتاج تدخل جراحي وعلاجه في برلين مش هنا يعني. يعني عاوز تدخل جراحي، عاوز عمليه يعني. تمام. طيب، هو لازم، هو ده معنى كده لازم تتدخل جراحيا في الموضوع ده. تمام. وفي اطباء قالوا لي، طيب. في اطباء تانيين قالوا لي حاجات تانيه خالص عنه يعني. حاجات ايه؟ زي ايه بالظبط؟ زي مثلا قال لك دي في بؤتين اصلا، في بؤتين في الجهاز العصبي المركزي، تمام، وفي النصف القوي الايمن. وفي اللي قال لا، ده دي اصلا ده كسور في الدوره المخيه، تمام. لا، ما هو شوف، لو في ورم ده بيبان، مفيش عليه خلاف يعني. لو طلع في ورم في الرنين المغناطيسي ده ما بيبقاش عليه خلاف يعني، هيفضل يطلع يعني، كل اسئله الصوره يطلع. انا مش هيختفي، ده هو في اصلا حمه هيكبر كمان اكتر. هو في فحوصات في الاغلب زي ما انت بتقول حمير، فلازم اتدخل جراحيا، لان ده بيضغط على اجزاء المخ وممكن يسبب اعراض اكثر من انت بتشتكي منها. من 10 سنين، 10 سنين دي مده طويله جدا يعني. دكتور ماجد، ايوه، هو الورم حميد، لو في ورم لابد من الجراحه، لابد من عمليه جراحيه. تدخل جراحيا، ما الورم ما يتسببش في المخ، هيزيد حجمه، هيضغط على اجزاء المخ ويسبب مشاكل كبيره. طب ده يعني بقاله 10 سنين يعني، ده اكيد يعني هياثر سلبا الحاجه دي كلها، مفيش حجم زاد، كل ما بيزيد حجمه كل ما بيضغط اجزاء المخ وكل ما تمام يا دكتور. تمام، دكتور ماجد ارنست، استشاري المخ والاعصاب، شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك، طب استاذنك هنطلع فاصل. اتفضل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بعد الفاصل ان شاء الله تعالى.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل حكايتنا مع الأستاذ هيثم جمال سيد حالة اليوم. شرفتنا يا أستاذ هيثم حقيقة. نورتنا أنت حضرتك. حضرتك قلت لي قبل الفاصل إن في ورم. تمام. يعني أنت رحت لبعض الأطباء قالوا إن في ورم حميد. أه تمام. طب ما شفتش جراح؟ ما أنا واحد يعني ما عرضتش نفسك على الجراحة؟ جراحة الأورام مثلا؟ تمام. أنا واحد عنده جراحين مخ وأعصاب كتير. تمام. في اللي قال لي أه في، وفي اللي قال لي لا مفيش. تمام. للأسف في كنت عامل فحوصات تأييد وفحوصات تانية تعارض، تقول لا في وفي فحوصات تانية مفيش. لدرجة اللي بعد فيها بعض الأطباء قالوا لي لا، فحوصات الأقاليم إحنا ما بنثقش فيها، يعني دايما يبقى فيها عندنا خلل، وخصوصا في الحالات النادرة أو الحالات اللي فيها حيرة لازم تعمل فحوصات. طبعا فحوصات، طبعا قضيت 10 سنين على الموضوع ده، لا أعمل فحوصات وأروح عند أطباء، أروح عند أطباء قلب وأوعية دموية، أروح عند أطباء عيون، أروح عند أطباء مخ وأعصاب. درت في الدائرة المغلقة دي، في الفلك المغلق. بس انفقنا كل فلوسنا على. طب حضرتك يعني الاعراض قلت لي من 10 سنوات. اه. اشتغلت ايه بعد ما طلعت من المدرسه؟ وانا اصلا بعد الدراسه مش عارف اشتغل بسبب الموضوع اصلا ده، الموضوع ده بيضغط عليا جدا. يعني مثلا لو اشتغلت مثلا في يعني اكتر شغله في الاعمال، اكتر عمل عملته ايه؟ الاكتر عمل هو المعمار عموما، يعني المعمار. اه احب المعمار، يعني المعمار احب الاعمال البدنيه. فالاعمال اليدويه جربت مثلا، الاعمال اليدويه عايزه تركيز، شيء من التركيز، وده الحمد لله رب العالمين منعدم عندي، يعني عايزه تركيز وعد بديهه وكده يعني. فما ينفعش يقول الاعمال برضه البدنيه عايزه مجهود، وانا مجرد اي ما اعمل اي مجهود بلاقي ان قلبي سريع جدا وبرتعش ودماغي بتتقل بتفصل وبنهج، فلازم اقعد، فده مش نافع ودي برضه ودي مش نافع. طب قاعد 10 سنين والدك والدي عايشة. والدي متوفي، يعني توفاه الله يعني من حوالي 8 رحمه سنين الله. يعني كم سنة؟ ايه؟ من كم سنة؟ من حوالي 8 سنين. حوالي 8 سنين بعد الأعراض بسنتين. اه بس يعني والدتك موجودة يعني الحمد لله رب العالمين. يعني طب عايش ازاي؟ يعني أنت قاعد من الشغل، يعني عايش ازاي؟ عايش تحت رعاية أخي، يعني أخوك الكبير؟ اه تمام. مفيش إلا هو يعني. يعني أنتوا أخين يعني؟ اه مفيش إلا هو. طب يعني انت معلش يعني عاجبك القعده دي؟ طبعا لا طبعا ده انت يعني ملتزم حتى اه يعني؟ طبعا اه طبعا ولا ايه؟ طبعا يعني مرهقاني شويه، يعني مرهقاني جدا، يعني مش شويه كمان مرهقاني جدا، وخصوصا يعني اللي هي ما مرهقاني وقاعد اه خصوصا يعني حرمتني من لا تعرض نفسك اكثر من طبيب. ما انا عرضت، انا عرضت نفسي على طب بس 10 سنين كتير قوي. ايوه انا عرضت نفسي على ناس كتير جدا. عامل ايه يعني؟ يعني انا بقول لك احنا يعني لدرجة اللي أنا عرضت نفسي على أكتر أطباء في مصر، القاهرة وأطباء في محافظات كتير جدا، يعني أنا هعمل إيه يعني زيادة عن كده؟ يعني معظم الفحوصات قالت إن في مرض حميد، فيه ورم حميد. لا هو أنا كنت بعمل فحوصات تقول فحوصات طعام بس الأكثر منها قال إيه؟ ما أنا ما أعرفش والله، يعني دي يعني اللي يعرف كده الأطباء يعني. بس المشكلة حتى في الأطباء هم منقسمين في الامر دي، ده يعني كل واحد ليه راي فيها، يعني حتى التخصص برضه منقسمين في التخصص ده يقول لي في اطباء يقول لي لا ده تخصص قلب واوعيه دمويه، ده يقول لي لا ده تخصص. عرضت نفسك على طبيب قلب؟ اه عرضت نفسي على طبيب قلب اخر يعني قريب، يعني طلب مني برضه فحوصات، طلب مني ايكو رسم قلب مجهود يعني. بس طب رسم القلب ظهر فيه ايه؟ ما انا ما عملتهوش يعني صراحه، يعني كسلت. لا مش كسلت، هو بس يعني ناحيه ماديه بس فقط، يعني لاني صرفت فلوس كتير جدا يعني. كانش معايا اللي انا انفق على الايكو، خصوصا الايكو غالي ورسم القلب موجود برضه غالي يعني، فاضطريت اللي انا ما عملهوش يعني. بس انت بتروح عند دكتور مثلا، الدكتور مثلا يكتب لك على علاج او شويه فحوصات، بتدخل مثلا ايه اقل حاجه 700,000 جنيه، وبعد كده ما خفتش مثلا على الدواء ده، فبتضطر ان انت تروح لدكتور تاني يعني. طب بس بتدور في هذه السلسله المغلقه. طب عرضت نفسك على طبيب نفسي؟ اه في واحد يعني واحد معرفه يعني
اصلا دكتور نفسي يعني، فكلمته قال لي دي ده عضوي ملوش عضوي علاقه، نفسي. معلش انها ملوش علاقه اصلا بالنفسيه عرفت خالص. على يعني طبيب كبير يعني ولا؟ قعدت برضه على طبيب يعني، لو تحب اذكر اسمه يعني هو لا لا معروف يعني يعني. انا اقصد يعني ان طبيب كبير يعني استشاري كبير هو ده، يعني. هو هما اتنين، هو ده المعرفه ده تمام. طب ما فيش والتاني اي حد مثلا والدك ووالدتك اقارب مثلا؟ لا مفيش اي صله قرابه بيناتهم خالص. والمرض ده ما فيش اي حد من اخواتك مثلا او من العائله يعني حس بنفس الاعراض لا مفيش حد أصيب بيه خالص. لا خالص نهائي؟ لا خالص. يعني حضرتك يعني بعد في خلال ال10 سنين دول يعني اشتغلت شويه وقعدت، اكتر حاجه هي المعمار. طب مثلا مش ممكن يكون المعمار مثلا والاسمنت والحاجه دي مش ممكن تكون اثرت معاك؟ لا ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش. لا يعني الاسمنت بيصنع هو من اصلا المواد ده اصلا جالي وانا اصلا بتمرن في الجيم يعني، ف ما اعتقدش ان هو يعني. لو ممكن لو كان بدأ معايا كان ممكن يبدأ معايا مثلا في العمل كده يعني. هو بقى يعني بدأ معايا وانا بتمرن حاجة يعني. طب ما فكرتش ترجع لدراسة تانية، تكمل دراسة تانية خالص نهائي؟ ما فكرتش؟ لا انا مفكر ان انا ارجع للدراسة، بس بعد الانتهاء من المانع العقبة اللي طب واحنا موجودة لو عليها. هو كل واحد حس بشوية مرض أو بأي أعراض وفضل قاعد في البيت، كلنا هنقعد في البيت بس ده مش شوية يعني، ده حاجة اصلا بتمنعك بتجبرك، مش يعني. في مجرد ضغط حاجة شديد على في على المخ يعني. في ضغط شديد جدا على المخ. انا بقول لك ما بعرفش انام، ولو نمت انام 3 ساعات 4 ساعات يعني تمام، واصحى من النوم تاني يعني تمام. يعني الدراسة عايزة مثلا شيء من التركيز. أنا بقول لك الحمد لله كان تركيز عالي جدا، ذاكرتي قوية جدا دلوقتي، بقت عادي بخون. يعني انا يعني انصحك بان انت تعرض نفسك تاني على اطباء كبار وما اكثرهم يعني. يعني انا شايف كده، ولا انت شايف ايه؟ ما انا المشكله اللي انا في بعض الاطباء الكبار يعني هم اصلا انقسموا في حاول مرة التشخيص. تانية، حاول ما انا تالت حاولت، انا ورابع. بقول 10 سنين انا بحاول يعني، ودي المشكله دي 10 سنين وانا بحاول يعني. هم يعني الاطباء الكبار والاطباء الصغار برضه يعني انقسموا في التشخيص يعني. في اللي بيقول لك ده مرض نادر مستحدث من انواع الاورام تمام، ده علاجه في برلين مش هنا، مش في مصر. في اللي بيقول لك لا ده كسور في الدوره الدمويه، ده يقول لك لا ده فيه 3 بؤرات، بؤرة في الجهاز العصبي المركزي وبؤرتين في النصف القروي، ده طب محتاج العلاج. بعد ما عرضت نفسك على أطباء في جميع التخصصات ما فكرتش تعالج نفسك بالقرآن؟ ممكن يكون مس. والحمد لله يعني دي اصلا من اول المرض وانا بركي نفسي كثيرا يعني، وانا ركبت نفسي كثيرا يعني، مفيش الحمد لله يعني، اتضح لي يعني مفيش اي مس او سحر او شيء من هذا يعني، من هذا القبيل يعني. طب حضرتك بتخطط دلوقتي لمستقبلك ازاي وانت قاعد في البيت كده؟ انا بخطط مستقبلي اللي انا احاول اللي انا احل المشكله اللي هي اصلا حياتي كلها اصبحت الحمد لله رب العالمين يعني مدمره ومتوقفه بسببها يعني. يعني لازم في مانع او عقبه، لازم اتخلص من المانع او العقبه الاول، وبعد كده تبدا حياتك الطبيعيه زي ما هي. طب لو شفاك الله سبحانه وتعالى يعني بتفكر فيه او نفسك تعمل ايه؟ مزيد من الطاعة يعني. المرض ما قربكش اكثر من الله سبحانه وتعالى؟ يعني كثيرا يعني، مش شوية يعني كثيرا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له الله خير، خير. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال لك ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه يعني. في نهاية البرنامج أستاذ هيثم جمال أشكرك شكرا جزيلا، جزيلا شرفتنا النهاردة، شكرا. وإن شاء الله نشوفك قريب متعافى وعافاك الله سبحانه بإذن الله وتعالى. تعالى. جزاك مشاهدينا الله خير. الكرام، هكذا عرضنا مشكلة الأستاذ هيثم كمال وحكايته، وحكينا معاكم في حكايته مع المرض، حكايتي مع المرض. وفي نهاية الحلقة أشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.